بنستأنف مع حضراتكم الجلسة الثالثة في محاضرة المسكوكات الأيوبية والمملوكية، وكنا وصلنا عند المملوكية. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا. دلوقتي هنتكلم اول حاجه عن اهم المحطات في السكه المملوكيه المصريه. اول حاجه عندنا المعز ايبك اللي هو المؤسس، بعد كده سقوط الخلافه العباسيه، وبعد كده الظاهر بيبرس وعوده الخلافه. عندنا محطه اسمها محيي الخلافه العباسيه وناصر المله المحمديه، عندنا نصر ناصر محمد، وعندنا السلطان ابا عن جد. كل الكلام ده هنشرحه ان شاء الله بعد كده، وتقليد الدوكاتره الايطاليه، والخليفة العباسي يحكم، والمؤيدية، وإصلاح الأشرف بريسباي، وأخيرا نهاية العصر المملوكي. ده دينار المعز أيبك، ده شرح الدينار اهوت عندنا مكتوب. عندنا أول حاجة فوق الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل، وفي الآخر تحت خالص أيبك. هنا أيبك عايز يفهم الناس أنا ما انسلختش عن الملك الصالح، أنا ما انقلبتش عليه، أنا ملك الصالح ده يبقى مولاي وسيدي وزي أبويا كمان يعني. فحاطط اسمه على العملة، حاطط اسم الملك الصالح أبا عن جد، وكاتب بعد كده تحت خالص اسمه أيبك بخط صغير، وفي الظهر الإمام المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله أمير المؤمنين، وضرب هذا الدينار بالإسكندرية سنة 53 و600. ده نفس الحكايه. ايبك كده يعني كان على فكره ايبك كان عنده عقده ذنب كبيره قوي، الناس كلها كانت دايما يعني سلاطين كتيره في الدوله، يعني افراد كتيره من المماليك كانوا دايما بيعايروه في الموضوع دوت. حتى في ناس من العامه كانوا بتعايروا ان هو ملوش اب والكلام دوت. الموضوع اللي هيتخلص منه كل سلاطين الدوله المملوكيه، الموضوع مش هيبقى عادي بالنسبه لهم بعد كده يعني، لانهم كل اغلبهم هيبقوا بدون اب، لان هم اغلبهم كلهم من المماليك يعني. ده ابن ايبك بقى، ما هنشوف بقى، ما حطش بقى لا الملك الصالح ولا اي حاجه، وحط اسمه على طول الملك المنصور نور الدين علي ابن ايبك، وفي الظهر الامام المستعصم بالله ابو احمد امير المؤمنين. وهنا هنشوف دراهم فضيه بقى بضرب القاهره بسهوله جدا، يعني القاهره مكتوبه فوق اهيت عند الامام، فوق الامام المستعصم، وهنا سنه ست معناها سنه 56 و600 656، ودي السنه اللي سقطت فيها الخلافه العباسيه. ده درهم بعديه على طول نفس الكلام الامام المنصور نور الدين علي بن ايبك، وفي الظهر لا اله الا الله محمد رسول الله ارسله بالهدى، شال اسم الخليفه. ليه؟ لان الخلافه سقطت في الوقت ده. فاحنا عندنا درهمين مهمين جدا لنور الدين علي بن ايبك، درهم بدون باسم الخليفه، ودرهم من غير اسم الخليفه. ده فتره الانتقال اللي حصل عندنا من وجود الخلافه لسقوط الخلافه. ده السلطان الظاهر بيبرس الصالحي، ده دينار للظاهر بيبرس اللي هو يعني مؤسس الحقيقي لدولة المماليك. هنا ده شرح للدينار مكتوب عندنا أول فوق الصالحي السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس، مش باين منها غير السين بس، قسيم وأمير المؤمنين. قسيم أمير المؤمنين ده لقب استورده المماليك من دولة سلاجقة الروم، وحطه هو بيبرس عشان يبين وضعه مع أمير المؤمنين اللي هو الخليفة. مين أمير المؤمنين دوت؟ اللي هو الخليفة المستنصر بالله. ده كان واحد، ده كان ابن الإمام الظاهر اللي احنا شفناه على الدرهم بتاع قلعة القاهرة، لما قلت لكم إن احنا هنرجع للاسم ده مرة تانية، لأن الاسم ده مهم جدا عندنا في التاريخ المصري. الإمام الظاهر ده كان طبعا بعد المذبحة الشديدة حصلت في بغداد، بعض أبناء البيت العباسي سواء كانوا خارج بغداد أو كان من اللي هربوا من المذبحة ديت، قدر واحد منهم إن هو يرجع لمصر. بعد التحقق من النسب بتاعه اكتشف ان هو فعلا عباسي، فتم تقليده للخلافه العباسيه، وتم تلقيبه بالمستنصر بالله، وكان هو ابن الامام الظاهر اللي هو الخليفه اللي احنا ذكرناه سابقا دوت، وتم وضعه على العملات. بيبرس بالحركه ديت قدر ان هو يدي امل للناس ان في خلافه موجوده مره تانيه. والامام المستنصر ده اسمه ورد بعد كده في عملات لدول كتيره بعد كده، يعني حتى في عملات الاماره العثمانيه او في بدايتها كان مكتوب عليها الامام مستنصر بالله. ده دينار موجود عليه الاسم الخليفه اهوت، وهنا اللقب بتاعه. وعلى فكره تقريبا ده اول مره يظهر اسم الخليفه اسمه اسم ابوه، ما كانش بتظهر الحكايه ديت كتير، ما ظهرتش تقريبا خالص يعني على ما اظن يعني، دي طرقت على بالي في الان يعني. وهنا بالقاهرة موجودة بالجنب اهيت، وهنا موجودة على الهامش هي ومذكور اسمها.
الخليفة دوت بعد كده قرر ان هو عايز يرجع بغداد، فطلع في حملة عسكرية وكانت حملة ضعيفة وانتهت بمقتله. في هنا الظاهر بيبرس جاب واحد تاني برضه كان عباسي، ولقبه باسم الحاكم بأمر الله أبو العباس أمير المؤمنين، وهنا ضرب بالقاهرة. الحاكم بأمر الله ده بقى الخليفة العباسي الثاني في القاهرة. وبالمناسبة بعد كده الظاهر بيبرس شال أسامي الخلفاء العباسيين من العملات، وقصر الخلفاء العباسيين على إن هم يقعدوا في بيوتهم ومنعهم من الخروج، لغاية ما هيجي بعد كده السلطان المنصور لاجين هيسمح لهم بالخروج وهيسمح لهم ان هم يصلوا ويخطبوا بالناس في الجمعة ان شاء الله بعد كده. يعني اهو ده دينار للظاهر بيبرس، مش عليه اسم الخليفة خالص بقى، هنا الظاهر الملك السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس قسيم وامير المؤمنين، وفوق الصالحي، الصالحي نسبة للصالح من بنين ايوب. وهنا الرانك بتاعه الاسد، الاسد ده الرانك بيبرس. وليه؟ لان اسم بيبرس معناها الامير الاسد او الامير الفهد، بي معناها الامير، برس معناها الاسد. وبالمناسبه بي اللي هي حرفت بعد كده عندها في اللهجه المصريه لبيه بمعنى الامير. وكانت بيبرس كان من عنصر القفجاق، القفجاق ده او القبجاق اللي هم احنا حاليا بنقول عليهم الكازاك، اللي هم كازاخستان، دوله كازاخستان. كان دايما اسم الامير بيبقى الاول باي بارس كده، في حين ان الشركس العكس، فكان بيرس باي او قايت باي او طومان باي كده يعني. فبيبرس وبيرس باي هما نفس الاسم بس مقلوب يعني، كانوا كده. وهنا في الظهر عندنا ضربة بالاسكندريه، هنا يعني اسم الاسكندريه واضح جدا، هيت على عمله هيت، اهم مدينه في مصر بعد القاهره. ده دينار طبعا جميل جدا وسكه جميل وطرازه حلو، مكتوب اهو بيبرس الصالحي فوق اهيت الملك الظاهر ركن الدنيا والدين، والرنك بتاعه الاسد اهوت موجود او السبع موجود اهوت، والظهر مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين تحت والحق فوق اهيت، وهنا بالقاهره في الجنب موجود اهيت. ده دينار للسلطان المنصور قلاوون، اللي هو الشخصية الثانية المهمة في تاريخ الدولة المملوكية، اللي هيقدر يأسس أسرة مهمة جدا، واللي طبعا آثاره الجميلة موجودة قبة المنصور قلاوون اللي موجودة عندنا في شارع المعز. السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي قسيم أمير المؤمنين، الصالحي برضه نسبة إلى الصالح نجم الدين أيوب، لأن قلاوون كان برضه من مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب. مكتوب فوق ضرب بالقاهرة أهيت. ده دينار للسلطان الأشرف خليل ابن قلاوون، ابن قلاوون بقى. ده شرح أنا عامله للدينار، مكتوب عندنا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فوق هي كل فوق ديت كلمة كله. وهنا المفروض القاهرة المحروسة، الوش مكتوب عليه السلطان الملك الأشرف صلاح الدين ناصر الملة المحمدية محيي الدولة العباسية خليل ابن قلاوون. ليه بقى خليل ابن قلاوون كتب المأثورات الكبيرة ديت على عملته؟ الأشرف خليل أول عمل يقوم به بعد توليه السلطنة إن هو يروح على طول عشان يقضي على الوجود الصليبي نهائيا. فقدر يحرر مدينة عكا بطريقة قوية وشديدة جدا جدا جدا، لدرجة إن العمل اللي عمله دوت مؤثر لحد النهاردة في الأدبيات الأوروبية، يعني بيذكروه حتى في لوحة شهيرة مرسومة لتحرير عكا على إيد الأشرف خليل. يعني الأشرف خليل بعد ما عمل العمل دوت قرر إن هو أنا عايز أحرر بغداد كمان، وأطلق لنفسه هذه الألقاب وتأسى بصلاح الدين الأيوبي، حتى لقب نفسه بصلاح الدين وناصر الملة المحمدية محيي الدولة العباسية. ولكن اجتمع عليه الأمراء المماليك وقتها وقتلوه، وكلهم بعد ما قتلوه يعني اللي هم المماليك بقى اللي كانوا بينتموا للصالح للأشرف خليل، قدروا إن هم يحاصروهم وينتقموا منهم ويقضوا على أغلبهم باستثناء واحد بس هو اللي هرب تقريبا، والتجأ بجامع احمد بن طولون اللي هو اسمه كان اسمه لاجين، اللي هيبقى بعد كده سلطان بعد كده. ده دينار للسلطان كاتبغا المنصوري، هنا بقى المنصوري لقب المنصوري نسبة إلى المنصور قلاوون، هو كان من مماليك المنصور قلاوون.
الملك السلطان هنا الشرح بتاعه موجود الحمد لله اهو، السلطان الملك العادل زين الدنيا والدين كتبغة قسيم امير المؤمنين. كتبغة في حاجه جميله جدا ان هو من اصل مغولي، يعني احنا عندنا الدوله اللي انتصرت على المغول هيجي منها واحد في الاخر مغولي يحكمها. كتبغة ده كان من اصول مغوليه، دخل في خدمه السلطان منصور قلاوون وهو صغير وترقى لحد ما بقى سلطان لمصر. كتبغة من السلاطين القليلين برضو في التاريخ المملوكي اللي هو يتم الانقلاب عليه ويعزل وما يقتلش، وبعد كده هيحكم حماه لوحده مع نفسه بعد كده. ده دينار للسلطان المنصور، السلطان حسام الدين لاجين المنصور. السلطان لاجين انا قلت لكم من شويه ان هو كان من المشاركين في مؤامره اغتيال السلطان الاشرف خليل، وهرب ودخل في جامع احمد طولون وفضل قاعد فيه وبيدعي ربنا ان هو ينقذه، وبعد كده نضر نادر ان هو لما هينقذ وهيرمم المسجد دوت، وفعلا تم العفو عنه ورمم جامع احمد طولون. واليه تنسب الميضه اللي موجوده في جامع احمد طولون الجميله اللي هو الجزء اللي في نص الجامع، وينسب السبيل اللي موجود في جامع احمد طولون هو اللي قدر يعمر الجامع ده بعد ما الجامع ده كان اهمل لفتره طويله جدا. يعني يقال ان السلطان لاجين دوت من اصول المانيه يعني، وده برضو شيء غير مألوف خالص يعني، ان السلطان من اصول المانيه. وانا عندي افتراض ان هو كان من كانوا من المماليك من الاطفال الصغيرين اللي كلبوا من المانيا ومن المجر ومن الدول ديت عن طريق القبيله الذهبيه اللي كانت بتحكم المناطق ديت في الوقت دوت، كانت بتحكم منطقه الفولجا واللي هي اوكرانيا وبولندا، المنطقه دي كانت بتحكمها قبيله اسمها القبيله الذهبيه المغوليه، وكانت على علاقه جيده جدا بدوله المماليك في مصر. ده دينار للسلطان المصري محمد بن قلاوون، الشخصيه الاشهر في تاريخ الدوله المملوكيه بعد بيبرس بالنسبه لي يعني. مكتوب عليها اهو ضرب بالقاهره فوق السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سنه 41 و700، وهنا مكتوب ما النصر الا من عند الله. الايه دي كان بيحبها دايما المنصور احمد بن محمد بن قلاوون علشان هو خاض معارك كتيره ضد المغول، ضد الارمن، ضد بعض اللي هي الامارات الاناضول، يعني حتى كان في محاولة من بعض الملوك الأوروبيين إن هم يعملوا معاه مشاكل، هو صدهم جامد قوي بأسلوب دبلوماسي شديد جدا يعني في الوقت ده يعني. في عهده طبعا حصل حركة بناء جميلة جدا في مصر، يمكن جامع الناصر محمد بن قلاوون موجود في قلعة القاهرة موجود. في حصلت حركة بناء في بلاد الشام أيضا، وحتى بنعتبره من أهم البنائين في تاريخ مصر يعني، زي رمسيس الثاني الناصر محمد بن قلاوون والاشرف قايتباي من اهم البنائين في تاريخ مصر، تاريخ مصر بشكل عام يعني. شعار السلطان الناصر محمد بن قلاوون او الرانك بتاعه كان هو النسر دوت يعني، اللي احنا بنستخدمه لحد يومنا هذا في كشعار للجمهوريه، وده مثال عليه. وعلى فكره العملتين دول مش مصريتين، هما عملتين ضرب طرابلس. طرابلس اللي هي عاصمه، اللي هي تاني اهم مدينه في لبنان، وكانت اهم مدينه في لبنان لفتره طويله جدا يعني، لغايه بقى بعد استعمار لبنان تحولت الاهتمام من طرابلس الى بيروت. الشعار بتاعه كان هو النسر دوت، وكان موجود على القلعه وكان موجود على حتت كتيره. و تقريبا انا سمعت مقوله تقريبا بس مش متاكد من صحتها، ان الحفريات اللي حصلت في القلعه فلما لقوا النسر دوت نسبوه لصلاح الدين، لان القلعه قلعه صلاح الدين وهو اصلا نسر الناصر محمد بن قلاوون. وانا هنا عرضت يعني ميداليه سكه سنه 56، يعني التشابه كبير جدا ما بين النسر بتاع الناصر محمد بن قلاوون والميداليه الحديثه ديت. هنا العمله ديت عمله دينار في عهد السلطان حجي ابن شعبان بن حسين. انا الظهر بتاع العمله نفس المقصورات اللي موجوده في كل عمله، لا اله الا الله محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لكن الوش بتاعها مميز جدا فعشان كده شرحته بشكل كامل. مكتوب عليه كل حاجه، ضرب بالقاهره سنه 3، وتحت خالص في اخر سطر و80 و700، في النص بقى عندنا ايه؟ السلطان الملك الصالح صلاح الدنيا والدين حاجي
ابن شعبان ابن حسين ابن محمد ابن قلاوون. تقريبا اغلب العملات الاسلاميه اللي احنا بنشوفها يعني بيذكر اسم السلطان او الخليفه بس، واحيانا بيذكر اسمه اسم ابوه، يعني نادر جدا لما يبقى اسمه هو اسم ابوه اسمه واسم جده. لكن هو بقى يعني لحد الجد الثاني حجي ابن شعبان، انا اسف، حجي ابن شعبان ابن حسين ابن محمد ابن قلاوون اسم خماسي. هذا الامر غير معهود على الاطلاق في العملات الاسلاميه، غير معهود في العملات بشكل عام. يعني تقريبا انا ما شفتش حتى عمله اجنبيه او عمله اوروبيه مذكور فيها اسم سلطان او ملك او امير بالشكل دوت يعني. فدي حاجه جميله جدا وفريده جدا، حبيت ان انا اوريها. انتهى عصر الدولة المملوكية البحرية على ايد السلطان الظاهر برقوق، بس في العملات ما حصلش اي تغيير كبير. يعني برقوق كان عملاته زيها زي العملات البحرية بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. وكمان الكلام ده كان في عهد فرج، لغاية ما فرج عمل حاجة مختلفة، سك العملات بشكل قريب جدا من الدوكات الإيطالية. الدوكات الإيطالية دي كانت العملات المستخدمة في إيطاليا في الوقت دوت، في دول كانت إيطاليا في الوقت دوت حاجة اسمها ذا سيتي ستيتس، اللي هي الإمارات المدن، كل مدينة أشبه بإمارة أو مملكة بتحكم حولها. وكان أشهر الممالك مملكة البندقية أو فينيسيا، فلورنسا كانت مملكة تقريبا، وكانت روما اللي هي المملكة البابوية تقريبا. وكانت البندقية مشهورة جدا بتجارتها، وعلى فكرة كان تقريبا في سفارات للممالك ديت موجودة في الإسكندرية. كانت العلاقة التجارية جميلة جدا في الوقت دوت بين الإمارات الإيطالية وبين دولة المماليك، وخصوصا إن بعد الحروب الصليبية الأوروبيين اكتشفوا الفوائد الكبيرة جدا للتجارة مع المشرق. أنا بعتبر بيقول لك اكتشفوا أهمية التوابل، أهمية إن الأكل يبقى له طعم. فكان المماليك بيستغلوا الموضوع ده أفضل استغلال على الإطلاق، لدرجة إن كان بيقولوا إن جرام الفلفل الأسود بثمنه جرام ذهب. كانت علاقة الدولة المملوكية اللي هي ممالك الهند الإسلامية كانت علاقة جميلة جدا وقوية جدا، لدرجة إنك هتلاقي في بعض العملات الهندية مذكور عليها اسم الخلفاء العباسيين الموجودين، ده مذكور على العملات. ولكن إن البندقية اللي هي فينيسيا قدرت إنها تسك عملات بعيار ثابت وبوزن ثابت على عكس دولة المماليك، فانتشرت بانتشار كبير جدا. وحتى لحد اللحظه ديت احنا بنقول عليها العملات البندقيه والذهب البندقي، لحد لحظه ديت يعني مصطلح دارج الى يومنا هذا، دليل على عيار العالي للذهب ده. فتقابل الناس يعني تهافت الناس عليه، حزن المماليك ان هم يقلدوا العملات دي. فكان اول محاوله تقليديه كانت في عهد حضرتك يا باشا على التأخير، معلش حقك عليا جنبكم على كده، معلش حقك عليا باشا. فده كان اول تقليد كان في عهد فرج بن برقوق للعملات دي. وهنا القاهره موجوده اهيت عندنا في العمله في الظهر اهيت موجود كده. ادي شرح العمله، فرج بن برقوق، فرج فوق وبن برقوق تحت، وهنا في النص السلطان الملك الناصر، وهنا المقصورات اللي هي الايه القرانيه المذكوره على كل العملات المملوكيه. ده الخليفه المستعين بالله. الملك فرج بن برقوق كان من الملوك اللي هم مش ناجحين جدا في تاريخ الدوله المملوكيه، حصل عليه انقلاب مره وتم عزله، ولكن تم اعادته مره اخرى لان اخوه كان اسوأ منه او افشل منه بشكل كبير جدا. اخوه حكم حوالي شهرين تقريبا، فتره قصيره جدا. ولكن في المره الثانيه بعد يعني قامت عليه ثوره قويه جدا، ويقال ان قائد هذه الثوره كان الخليفه العباسي نفسه، كان هو قائد هذه الثوره الشعبيه. فانتهز الامراء المماليك الفرصه وقتلوا فرج بن برقوق. ولكن ما حطوش حد يحكم مصر في الوقت دوت، لان كان اقوى امير مملوكي في الوقت دوت كان المؤيد شيخ، وكان هو وقتها في بلاد الشام. فاتفقوا ان هم يخلوا الخليفه العباسي هو سلطان مصر. فسكت العملات باسم الخليفه العباسي اهو مكتوب الامام الاعظم المستعين بالله ابو الفضل محمد ابن العباس، يعني المفروض يبقى فينا محمد ابن العباس. العمله دي حالتها ضعيفه، ان في عملات حالتها احسن من كده ولكنها ضرب دمشق،
انا حبيت ان انا اظهر العمله اللي هي درب القاهره يعني. وهنا في الظهر هي القاهره سنه 5 لان سنه كان هو حكم سنه 815 يعني المفروض 5 و10 5 10 و800. والخبر ده كان خبر سعيد جدا على دول كثيره في العالم الاسلامي في الوقت ده، فرحوا لاول مره ان الخليفه يحكم مره ثانيه. لكن الموضوع ما استمرش اكتر من 6 اشهر لغايه ما جه مؤيد شيخ وعزل الخليفه. كان عايز يبقي عليه بس الخليفه اصر ان هو يا اما انا اقعد واحكم من قلعه القاهره، فرفض مؤيد الشيخ وعزله ونقله الاسكندريه وعين خليفه ثاني. ده دينار اهوت الشرح بتاعه. المؤيد الشيخ المحمودي، مؤيد الشيخ المحمودي يمكن من اشهر سلاطين الدوله المملوكيه، حكم لفترة طويلة، كانت علاقته جيدة جدا جدا بالدولة العثمانية، بالإمارات اللي حواليه، بالدول المختلفة، دولة الأقيونلو ودولة القرقيونلو الموجودين في بلاد العراق، كانت علاقته جيدة جدا بيهم. المؤيد الشيخ حب يعمل إصلاح نقدي مهم جدا، فعمل عملات بعيار عالي من الفضة وبوزن ثابت. سميت هذه العملات بعملات المؤيدية، وتحول اسمها بعد ذلك لاسم الميدية. والاسم الميدية ده فضل منتشر لغاية الدولة العثمانية، كانت بتسكر عملات بنفس العيار وبنفس الوزن وعليها أسم السلاطين العثمانيين طبعا، ولكن الاسم التصق بيها فبقت هي الميدية هو الاسم ده. اللي عمل مؤيد الشيخ ده يعني نقلة في تاريخ العملات، عشان كده لازم نذكرها ونشدد عليها. شرح العملة صعب لأن الكتابة عليها يعني صعبة شوية. هنا اهي ابو موجود اهي فوق اهي، انا شارح الكلام تحت بس كلمه ابو النصر شيخ اهيت، يعني يا دوب هم خطين فوق بعضهم، ادي الشيخ ادي الشين اهيت واليه والخاء اهو مش منقوطه، وتحت هنا السلطان النون، شوف النون قد ايه فوق اهيت، الملك المؤيد، وتحت خالص القاهره، وهنا سبع اهيت يا دوب يا دوب بينها. الأشرف بيرس باي، الأشرف بيرس باي ده يعني احنا لو هنقول في شخصية مهمة في تاريخ العملات الإسلامية، فالأشرف بيرس باي ده واحد من 10 شخصيات مهمة في تاريخ العملات الإسلامية، زيه زي الحاج ابن يوسف والعبد الملك بن مروان وهارون الرشيد. لو هنقول الشخصيات اللي أثرت في تاريخ العملات، عملت نقلة تاريخية في العملات، الأشرف بيرس باي نقدر نحط واحد منهم للإصلاحات النقدية اللي عملها. ده الدينار الأشرفي اللي اتسمى باسمه. هو عمل دينار ثبت الوزن، ثبت العيار، خلى الوزن 3.5 جرام زيه زي الدوخات البندقيه، وعلى العيار خلاه تقريبا في حدود العيار 22، وسك على هذا النظام بهذا الطراز الاسلامي الواضح الجميل دوت. الطراز دوت ادي الشرح بتاعه اهوت لانه صعب القراءه شويه. السلطان الملك الاشرف ابو النصر بيرس باي عز نصره 29 السنه وفوق بالقاهرة، وهنا في الظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله فوق وتحت بالمدينة. العملات دي اتقلدت كتير قوي بعد كده يعني، وخصوصا من دولة الأقيونلو. دولة الأقيونلو أو تقريبا باللغة التركمانية أو التركية معناها الخراف البيض. الدولة دي كانت موجودة في دولة العراق حاليا وأجزاء من إيران. الدولة دي كانت على علاقة جيدة جدا بدولة المماليك، وسكت العملات بنفس الشكل دوت، مع طبعا تغيير المأسورات واسامي الملوك. وانا هوري لكم عمله ان شاء الله في اخر المحاضره من دوله الاقيونلو عشان تشوفوا التشابه الشديد ما بينها وبين عملات المماليك. الاشرف بيرس باي ما عملش كده وبس، الاشرف بيرس باي عمل فئات كتيره في النقد الفضي في دوله المماليك. اول حاجه عمل فئه الدرهم زي ما احنا شايفين، ادي درهم كامل اهوت مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله، وهنا تحت بالقاهره وفوق الملك لله، وهنا الظهر مكتوب عليه المقصورات حول الدائر، وفي السنتر في المنتصف كلمه درهم وانا موضحها تحتها. وبعد كده سك نص درهم، نفس المقصورات ونفس التصميم ونفس كل حاجه بس وزن النص تقريبا ومكتوب عليها نصف، وسك ربع درهم برضه، وادي نفس التصميم كل حاجة وفي النص ربع. دول كلهم كانوا سكة القاهرة. أنا هورد عملتين برضو من سك مدينة دمشق، وديت فيها فئتين، الفئتين دول ما ظهروش في السكة الإسلامية قبل كده ولا بعد كده كمان.
أول فئة اللي هي فئة النصف والربع، يعني تلات أرباع، وهي مكتوب أدي العملة هيت، ودي السنتر بتاعها النصف وربع، ودي الشرح بتاعها هيت بوضوح. وفئة تانية اسمها ربع وثمن، يعني تلات أخماس، وبرضو ديت ما ظهرتش لا قبل ولا بعد كده في العملات الإسلامية بعد كده. ولو خدتوا بالكم هنا مكتوب كلمة بدمشق واضحة هيت فوقها. ده أشرفي من عهد السلطان الأشرف قايتباي، من بعد الأشرف برسباي لغاية الأشرف قايتباي لغاية نهاية العصر المملوكي، كل العملات بقى كانت على نفس الطراز وعلى نفس التصميم وعلى نفس الوزن والعيار وكل حاجة، سواء بقى الأشرف قايتباي، الأشرف أينال، وانتهاء بعد طومبا، ما حصلش أي تغيير. هو التغيير اللي عمله الأشرف برسباي كان فعلا تغيير كبير وجذري، لدرجة انه يستمر بعد كده حتى عقد العثماني، استمر بقوة جامدة جدا، وسبب استمراره هو نجاحه وجودته. وده دينار من عهد السلطان الأشرف طومبا اللي هو آخر سلطان بعد الدولة المملوكية. الجزء الثاني بقى اللي انا عايز اتكلم فيه بعد كده، احنا كده خلصنا شرح كل العملات العصر المملوكي. انا عندي جزئين انا عاملهم هنا في المحاضرة، اللي هو تقليد العملات تقليد العملات في العصر الايوبي المملوكي، واخر حاجه السمك الزجاجيه، وفي الاخر خالص هكتب عن امثله ملونه للعملات المملوكيه. ايه رايك يا استاذه دينا؟ كمل ولا؟ تمام يا دكتور، كمل. التقليد والتوشيح. العملات اللي كانت في العهد الايوبي والمملوكي كانت عملات جيده جدا ومميزه جدا، وكانت المنطقه فعلا هي منطقه نقدر نقول ايه المنطقة المركزية في العالم في الوقت دوت، هي منطقة الشرق الأوسط ومصر بالأخص. وقت الدولة الأيوبية كان طبعا الصليبيين موجودين، وكانوا قلدوا قبل كده كتير قوي العملات الفاطمية، وكان تقليدهم للعملات الفاطمية في الأول كان بدائي، وبعد كده تحسن بس بعد كده قامت الدولة الأيوبية فقلدوا العملات الأيوبية، وكان تقليدهم للعملات الأيوبية نادر جدا. ده مثال لتقليد العملات لتقليد الصليبيين للعملات الأيوبية. هنا انا اوردت دينار ايوبي تحت اهوت، ودينار ايوبي تقليد صليبي فوق اهوت. شايفين يوسف بن ايوب مكتوبه هنا بشكل جميل وواضح وحلو ازاي، وهنا يعني نقدر نقول بعجره وحالتها سيئه جدا ومكتوبه بشكل بدائي قوي. وهنا الامام الحسن نفس الحكايه فوق اهيت، شكلها عامل ازاي، وهنا تحت واضحه وجميله ازاي. ده خلى اغلب الخبراء يقولوا ان ده الدينار ده تقليد من الدوله من الامارات الصليبيه للعملات الايوبيه في الوقت ده، واستشهدوا لان الصليبيين فعلا كانوا بيقلدوا العملات الفاطميه، كانوا بيقلدوا العملات الدراهم حتى الايوبيه قلدوها بعد كده بشكل موسع جدا. ويقال ان كان من ضمن اللي كانوا بيشتغلوا في دار السك اللي هي اللي بيقلدوا فيها العملات، كان عرب ومسلمين كانوا موجودين في منطقه من الاسرى اللي كانوا موجودين عند ايد الصليبيين. ده دينار موشح بتوشيح اماره قرمان. اماره قرمان دي اماره جت بعد الدوله الايوبيه بفتره طويله جدا، يعني ايام الدوله المملوكيه. والدينار هو سك القاهره. بس الشعار ده من العلامات المميزه لدوله بني قرمان. يعني انا هنا موضحه ازاي هو معمول. ده بيبين مدى قوه العملات الايوبيه والعملات المصريه بالذات الذهبيه، لدرجه انها تفضل مستخدمه لبعد انتهاء العصر بفتره طويله بعد كده. في عصر احنا بنتكلم في عصر المماليك، مش في عصر المماليك حتى البحريه، في عصر المماليك البرجيه. العملات دي فضلت مستخدمه، ومش مستخدمه بس، ده قاموا عملوا عليها توشيح بشعارهم عليه. ده أشرفي مملوكي للسلطان أبو سعيد جقمق. أبو سعيد جقمق برضو من السلاطين اللي سكوا كمية كبيرة جدا من العملات سواء الذهبية أو الفضية، وكان عهده بيتميز بعهد ازدهار حقيقي للدولة المملوكية. الدينار دوت عليه توشيح أنا موضحه هنا أهو، مكتوب عليه شاه إسماعيل. ده الشاه إسماعيل الصفوي. شاه إسماعيل الصفوي ده كان بعد السلطان أبو سعيد جقمق بفترة برضو مش قليلة، يعني حوالي 50 سنة كده تقريبا. فالعملات المملوكية فضلت تستخدم لبعد كده، ومش في مصر بس، ده احنا بنتكلم في إيران في الدولة الصفوية، وبيوشحوها وبيخرموها كمان. خرم ده معناه ان العملة دي كانت متعلقة ضمن قلادة او ضمن
يعني زي ميداليه عشان يحتفظوا بيها، وده على فكره امر شائع في العملات، في عملات العصور الوسطى بشكل كبير جدا، العملات تبقى مخروبه. ده اشرفي للسلطان حسن اوزون، ضرب مدينه تبريز. السلطان حسن اوزون من سلاطين دوله الاق يونلو سنه 880. ده بعد السلطان الاشرف بريسبي. اشرف بريسبي حكم سنه 825 هجريه، ده سنة 880 هجري. واضح طبعا التقليد الشديد والتأثر الشديد بالأشرفي اللي عمله سلطان أشرف بريسبي. وتبريز ديت حاليا في إيران. فده مدى قوة السلطنة المملوكية وقوة تأثير عملتها لأبعد من حدودها. حسن أوزون، طبعا أوزون ديت يعني ده الاسم ده بينطق عندنا في المنطقة باسم قوسون، وتقريبا في أحد الأمراء المماليك مدفون اسمه قوسون باشا او حاجه زي كده. الصناج الزجاجيه، الصناج الزجاجيه ديت احمد ثانيه واحده، بعتذر لقطع حديث حضرتك، باقي على الجلسه دي 7 دقائق. تمام اتفضل. الصناج الزجاجيه ديت حاجه كانوا نقدر نقول ايه، موازين كان بتصنع من قبل دار السكه علشان نقدر نضبط بيها وزن العمله. هما العملة عبارة ازاي، لازم نفهم طريقة سك العملة اصلا. يعني العملة كانت بتجهز على هيئة قرص، قرص سواء من الذهب او من الفضة. هذا القرص بيتم وزنه الاول علشان ما يشوفوش ان وزنه يبقى زايد عن الوزن بتاع القطعة عشان ما نهدرش خامات. فازاي نظبط الوزن دوت، يبقى لازم نعمل مثقال منه زيه، يعني وزنه. الوزنه ديت احسن معدن اكتشفوه او احسن اسلوب نعمله بيها كان الزجاج. الزجاج لا نقدر نزود منه ولا نقدر نشيل منه، يعني ما نقدرش نسيح حته معدن نحطها عليه زياده، او نقدر نبرد من المعدن دوت فنبوظ عليها، لا الازاز ما بيحصلش فيه كده. ما بيتاثرش بالحراره وما بيتاثرش بالبروده. يعني لو جه حراره هيسيحه، لكن لو جت بروده مش او رطوبه مش هيحصل له حاجه. يعني النحاس لو حصل له رطوبه ممكن يجنزر او ممكن الحديد يصد، لكن الزجاج مش هيحصل له الحكايه دي. ده خلى اللي هو الفن عامل السكه الاسلامي يستخدم الزجاج بكثره في صناعه الصنج او الموازين للعملات. ديت صنجه زجاجيه مكتوب عليها اسم الخليفه المستضيء بامر الله العباسي، دي وجدت في مصر. الصوره اللي على اليمين ديت هي الصوره اللي انا واخدها من دار السك، من دار المزادات. أنا غيرت في الإضاءة شوية عشان أبين الكلمة المستضيء بأمر الله. والصورة الثانية هنا ديت صورة واخدها من كتاب بول بالوك، مكتوب الإمام المستضيء بأمر تحت الله فوق. ودي سنجة هي واضحة، دي برضو سنجة مصرية برضو للخليفة الناصر لدين الله. طبعا لما نقول الخليفة الناصر لدين الله العباسي أو الخليفة المستضيء بأمر الله العباسي، إذن هي سكت في العصر الأيوبي بلا شك، لأن قبل كده كان العصر الفاطمي. وهنا الإمام الناصر لدين الله فوقهية، ده برضو توضيح تاني ليها من كتاب بول بالوك، الإمام الناصر لدين الله فوقهية، وهي الصنجة الزجاجية. يعني في العهد المملوكي الصنجة الزجاجية ما بقاش يكتب عليها لا اسم سلطان ولا اسم ملك ولا اسم أي حاجة، بقى يكتب عليها اسم الصانع بتاعها. فمكتوب عندنا هنا عمله عمر. عمر ده اسم صانع، مش مفيش أي سلطان مملوكي خالص اسمه عمر. وحتى ممكن لو بحثنا في الامراء المماليك هنجد ان الاسم ده ما فيش امير مملوكي، او اسم نادر جدا لما يتسمى امير مملوكي باسم. فده بلا شك اسم الصانع اللي عمل الصنجه الزجاجيه دي. ودي صنجه زجاجيه برضو اكتشفت في مصر وفي الشام، عليها رسومات سواء النجمه السداسيه اللي هو الرمز المستخدم في الاثار الاسلاميه بكثره من عهد الدوله الفاطميه، وبرضو هنا شكل ورده سداسيه برضو موجوده عليه. فنسبت القطعتين دول برضه للدوله المملوكيه. اخيرا في اخر المحاضره وهنخلي بقى الجزء الاخير بقى للاسئله ان شاء الله. دي امثله ملونه لعملات انا عملتها ولونتها علشان ايه نتفرج عليها ونشوف شرحها بشكل جميل شويه. ده درهم للظاهر بيبرس، الظاهر ركن الدنيا والدين، المفروض بيبرس قسيم وامير المؤمنين. وانا لا اله الا الله محمد رسول الله ارسله بالهدى. هنشوف هنا ان الحواف هنا مستديره والحواف هنا مستقيمه، دي معناها ان العمله دي حصل لها ظاهره تقريض العمله،
ان واحد جه مسك كده مبرد وقعد يحف من الجانب دوت ومن الجانب اللي فوق دوت ومن الجانب دوت، وخد حبه الفضه دول يا اما باعهم يا اما استنفع بيهم، واحتفظ بالدرهم بعد كده علشان لما يجي يشتري بالدرهم يشتري يعني ايه يزود ارباحه بيه. ده درهم برضو للظاهر للملك السعيد ناصر الدنيا والدين بارق قان ابن بيبرس، اهو اسمه مكتوب اهو الملك السعيد ناصر الدنيا والدين بارق قان ابن الملك الظاهر قسيم وامير المؤمنين، وهنا بالقاهره واضحه اهي. ده درهم للمعز ايبك الملك الصالح نجم الدين ايوب زي ما هو كان متاثر بالسلطان المبني، ومكتوب هنا ايبك في النص اهي تحت اهي. وهنا طبعا عندنا بالقاهره فوق اهي، وهنا الامام مستعصم بالله ابو احمد عبد الله امير المؤمنين بسم الله دوري باب القاهره. ومخروم هو نفس الحكايه لما قلت لكم ان الاولاد كانوا بيخرموها علشان يحتفظوا بيها في قلادات او في اساوئه او في زي ميداليات او حاجات زي كده. ده درهم للسلطان الاشرف خليل بن قلاوون تبقى صلاح الدين ناصر المله المحمديه محيي الدوله العباسيه. ده درهم نادر جدا للسلطان مصر محمد بن قلاوون ضرب مدينه الاسكندريه، هنشوف ضربه بالاسكندريه واضحه فوقها هي. السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين المفروض محمد ابن الملك المنصور قلاوون، قلاوون واضحه. ده فلس نحاسي للملك الصالح اسماعيل ابن محمد بن قلاوون، وحالته جميله جدا والقاهره واضحه ومنوره في نص العمله بشكل كامل جدا كده. ضرب بالقاهرة سنة 45 إسماعيل الملك السلطان الملك الصالح تحت كلمة الصالح إسماعيل فوق. ده فلس ضرب مدينة الإسكندرية أو ضرب ضرب السكندرية، وهنا الظاهر اللي هو الظاهر الظاهر بروق، وده برضو ضرب الإسكندرية للسلطان الناصر فرج، ادي فرج بين موسى والناصر. ده دينار السلطان خوش قدم او خوش قدم اهي في النص اهي بين اهي. وده فلس للاشرف السلطان الاشرف قايد باي ضرب مدينه القاهره. ده بقى من الفلوس اللي هي بقى احنا قلنا ايه حجمها كبير، كان حجمها بيتعدى 8 جرام او 10 جرام احيانا، وهنا القاهره واضحه اهي وهنا قايد باي واضحه اهي في النص اهي كده. انا انتهيت وان شاء الله نخش بقى في الجزء الاخير ان شاء الله نرجع على الاسئله ان شاء الله. تمام كده يا استاذه؟ ميرسي جدا يا دكتور لزور حضرتك، عرض هايل قوي ومحاضرة دسمة جدا، فميرسي جدا لزور حضرتك. دلوقتي باقي أقل من دقيقة والجلسة تفصل، هل في حد من الحضور عنده أسئلة أو في حاجة نفتح جلسة جديدة، ولا تحبوا ننتهي عند هذا الحد؟ لو في أسئلة أو حضرتك حابب تعلق أو تضيف حاجة هنفتح جلسة جديدة. أنا ما عنديش مانع خالص يعني، نشوف الحضور إن شاء الله. طيب في حد من الحضور عنده أسئلة؟ يعني بسرعة يا جماعة من فضلكم لأن خلاص السيشن هيقفل. طيب أستاذ أحمد عنده سؤال، يبقى احنا هنقفل ونعاود.